لا تنتهي معاناة النازحين السوريين ولا مخاوفهم من رحلة البحث عن مكان يوفر لهم بعضاً من الأمان المفقود. أم عمار نزحت قصراً مع أفراد عائلتها 5 مرات لينتهي بها المطاف حالياً في مكان مهجور يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. هجرنا من بيتنا مشان أردوغان وطلعنا صار 5 مرات إيش حولي عم نعيش الله ويعلم ما عم يتركنا لأردوغان وين منروح تلحقنا تركي وين نروح دي وبيركين هون إيش حولي لا باب لا شيء الحواش هالولاد هالصغار الله ويعلم إيش بدنا نسوي دي ما عم يتركنا لأردوغان وشبابه كله وين عم نروح عم بلحقنا إيش بدنا نسوي دي غصب عنا والله بنطلع غصب عنا ايش بدنا نساوي. حكايات كثيرة تدمي القلب عن أحوال النازحين الذين فروا جراء العمليات التركية بمسمياتها المختلفة والملطخة بالدماء والتشريد والتدمير. مشهد عائلة أم مازن أبلغ من أي كلام، والصورة وحدها كفيلة بشرح ما تعانيه من مآس. يعني فوق كل هالظلم من تركيا ويعني واللي يعني اللي صار فينا وتهجرنا من بيوتنا والظلم اللي صار علينا يعني اكثر شيء من تركيا ويضربوا مثلا تهجرنا. هلا انا ساكن يعني حتى بخرابه يعني وكل هالشيء عم يصير فوقها كورونا ويعني وضعي يعني مأساوي وضعي بصراحه يعني انا واولادي. آلاف العائلات اليائسة أجبرها الاجتياح التركي على إخلاء منازلها خوفاً من الموت ليبقى مصيرها معلقاً بين الخوف من الأتراك وفيروس كورونا وارتفاع أسعار المواد الغذائية. يعني هالشعب الله يكون بعونه، الاحتلال التركي من جهة، الضغوطات الاقتصادية، الحصار الاقتصادي، الارتفاع الأسعار، يعني شعب الله يكون بالعون. 9 سنوات من القتال والحرب والدمار، لا يزال الشعب السوري يدفع فاتورة تلك الحرب، يطارده الشبح التركي ومن نجا تلاحقه الإعاقة والمرض والجوع. ناز سيد، قناة الغد، القامشلي، شمال سوريا.